أنا عرفت إنه الأولاد اللي قطعوا الأزهار موجودين عندكم. أنا بدي أخذهم وأعاقبهم. لا 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 تعاقبينا. إيش كنا قاعدين نلعب؟ شو ذنب هذه النباتات المسكينة تتأذى بسببكم؟ يلا عصيرن يا أعداء الزهور. حبستونا بس كرمال شوية الزهور والنباتات. هي الأزهار بلغت علينا، أصلاً الأزهار بتحكي. أنت ما بتعرفوا خطورة اللي عملتوه؟ شو الخطورة؟ ما زال ما حدش تأذى. الزهور اللي قطعتوها مهمة لكل الكائنات الحية، والنباتات هي اللي بتحمي كوكبنا من ارتفاع درجة الحرارة، يعني بتحمينا من الاحتباس الحراري. وقطع النباتات والأشجار ممكن أن يسبب خلل في الطبيعة وما بنعرف نعيش فيها. سيدة الملكة، هناك أطفال قطعوا جميع الأزهار بالحديقة وما في أزهار نجيب منها العسل. استدعى كل جنود، هنروح نجيب هدول الأطفال اللي بيقطعوا الأزهار. أنا عرفت إنه الأولاد اللي قطعوا الأزهار موجودين عندكم. أنا بدي أخذهم وأعاقبهم. لا 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 تعاقبينا. أنا آسفة يا ملكة النحل، بس ما بقدر أعطيك الأولاد. زي ما أنت شايفة هم معاقبين عنا بالسجن. لا، أنا بدي أعاقبهم لأنهم حرمونا من العسل الموجود بأزهار الحديقة. إذن أنا بوعدك أن أخليهم يزرعوا أزهار جديدة بدل اللي قطعوها. إذا هيك أنا موافقة. يلا يا نحل نرجع للخلية. شفتي شو صار بسببكم؟ أسفين عم الشرطي، ما كنا نعرف أن الموضوع كبير لهالدرجة. نحن مستعدين نصلح خطأنا. شايفين ما أجمل النباتات؟ حياتنا ما رح نكتف الزهور، مستحيل نكون سبب في تدمير الطبيعة. أحسنتم، هيك انتهت فترة عقوبتكم. إذا عجبتكم الحلقة اعمل لايك وشير واشتركوا بالقناة عشان نعملكم حلقات جديدة.